الآن النازل خش سربة، النازل على مشارف الجنينة، في فزع وفي قوات تم تكوينها وتكليفة بمجابهة المشتركة والساسة رفضوا خالف تعليمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرحمة والمغفرة لكل شهداء وأجل الشفاء لكل جرحى، وربنا ينصر قواتنا الشعب المسلحة. عدنا لكم بفيديو جديد، الموقف العملياتي مراكز إبراهيم مصطفى، فيديو جد جميل. اتكلم عن شائعات وطلس بتجنجيد في جبال موية، واتكلم عن استعدادات الجيش في سنار ومدني، الدخول مدني بقت مسألة وقت. اتكلم بشكل تفصيل عن المتحرك بتاع فرقة 16 والمشتركة في محور ولاية قرب دارفور، ونازل استلم مدينة سربة، ودخول إلى جنينة أصبحت مسألة وقت. وبرضه اتكلم عن في قوات كثيرة جدا دخلت مدينة فاشر، متحرك جديد، فمشتركة هناك قفل كل شيء وشغل هناك أخوانا كاتمة مرة واحد. وبرضه اتكلم عن مصفى الجيلي وسوق العربي جنوب أم درمان وجنوب خرطوم. ففيديو جد جميل وكلام سخن كده، راكم نظر فيديو أول حتى مبارك نجي نراقب معكم. لحد الآن نازل بهم نفسهم إنه قواتهم شنو متواجدة، قال لك بالجبل، والله قواتك دي لا بالجبل ولا حول الجبل ولا مسافة كم كيلو من الجبل، صيدت زمان وأمركم اتحسم والنظافة شقالة كويس، عبر الأسير استلم التأثير ده هاك كويس، قواتكم زمان صيد صيد نهارا جهارا نهارا جهارا صيد قنقر كده حمرة عين مرقوها، اترسعتوا رصع زي الرصع، انت عارف معركة الجبل دي او نظافة ما تبقى من الجيوب، معنى الجبل ده بالنسبة لي محرر قبل 3 يوم، انا بالنسبة لي الجبل ده محرر، كل المتحركات دخلت بتقول الجبل، الجنجة كانت حصنوا في جيوب معينة وقاعدين ووهموا نفسهم واوهموا الناس انه ما حيطلعوا، مفتكرين انه الالقام الزرعوها دي يعني بتعيق تحرك القشم، وده كله ما نفعهم في النهاية صيهيو. اولا التحية الجوية ما اشتغلت معاهم الشغل المعتاد، كونها ترمي وتطلع ترمي مثلا مرة مرتين وتتخارج، لا سكنت معاهم سكن عديل، سكنت معاهم سكن عديل، حكاية بتاعت 4 ساعات متواصلة اشتغلتهم لك. حتى بعد ذلك بدأ شنو؟ بدأ الدقش الارضي، بدأ المسح الارضي وبدأ الكنس الارضي، ما كان من الجن من الجن جيل شنو انصيجوا، قاموا دنقاز جروا دنقاز حللهم، والله كانت مشدودة والله، وطبعا اكلهم ما يعني ما بتأكل، حللهم كانت مشدودة وبهايم بتاعت ناس، بهايم بتاعت ناس، بهايم بتاعت ناس، سبحان الله، يعني ما خلوا بهيم حق زول هناك، ما كان منهم الا انصيجوا وما في. هسي اليوم ده شفته الناس دي شغالين شنو، قاعدين يجمعوا في ما تبقى من قنايمهم، قنايم زي القنايم، مدافع عديل خلوها مدافع غير مستخدمة، كرت كرتونة خلوها صيّو، عربات خلوها عرباتهم زادة، يعني الطيران طمس ملامحة من البلة الكثير أو من البلة الأصلي أو من العبوة الأصلية، فالآن لا يوجد تواجد للجنجة صفر. أنا الإشارة من هنا أرفع لك إنه الجنجة لا في الجبل لا حول الجبل ولا قريبين من الجبل ولا حيفكروا في الجبل، ولحد هنا الموضوع شنو انتهى. طيب عندك سنجة، سنجة برضو الليلة الطيران معطى، وبإذن الله سنجة دي قريبا بتسمعوا خبر كويس جدا جدا، وبرضو حيعرضوا من سنجة، القوة في الجبل دي ما صمدت، ما أقول تصمد القوة بتاعت سنجة، ما بتصمد ما بتصمد، بإذن الله والله العظيم حتمرقوا من سنجة دي مصيجين، والليلة طبعا عندهم قائد ميداني عميد كويس برتبة عميد خلا، كتبهم اللي قاعدين يركبوا من الشوالات دي، اسمه آدم نصر الدين الدب، دنيا زايلة وزايل نعيمك، تسجيل خروج نهائي، معاه عدد 7 عربات جوية ختم عليهم، زايل وزايل نعيمك. طيب بالإضافة ل برضو السكر، مصنع السكر تم جمع عدد من العربات ودعم لها تسجيل خروج نهائي، واكثر من 50 جنجاوي برضو شنو دنيا زايلة دنيا زايلة. طيب بالإضافة برضو لعمليات التدوين وعمليات القصف اللي استهدفت المصنع، وده طبعا يعتبر تاني بعد كده
اكبر حصن بالنسبة لهم او قلعة متحصنين فيها، لكن برضو بنمرق اكبر. هذا الشغل بتاع الجوية ده شغل بتاع تخديع ساكت، ها لسه بيجيك البلا الارض باذن الله تعالى. والمصنع ذاته يعني ما في حوجة له ولا ذات اهمية، يعني المفروض ذاته بعد كده شنو يشتغلوا هو نفس الشغل بتاع وين؟ نفس الشغل بتاع الجبل ده، عمل له تسجيل الخروج نهائي. طيب عندك كيكل، كيكل طبعا الدرب راح له في المويه، وكيكل له اموره جايطه والله العظيم. الان اجرى بعض التعديلات في طاقم حراسته، انت قال بحلك؟ والله ما بحلك يا كيكل، والله العظيم ما بحلك. اجرى بعض التعديلات في طاقم شنو؟ حراسته، عدل في ناس كده قال لهم بارك الله فيكم وكتر الله خيركم، والله بعد كده شنو داير يجدد الحراسات بتاعته. ده كله خايف انه يكون تم اختراقه يعني، او الاستخبارات تكون شنو زرعت مصدر يدي احداثيات عنه ولا كده يعني. ما بحلك برضو يا كيكل، انت ما قالوا غايت فرقه؟ لا تمشي تقعد في الفرقه مالها، الفرقه بقت لك ضيقه كل يوم بايت لك في بيزول. لكن باذن الله برضه يا كيكل، ها بترفع او بترفع تمامك، هتسلم على البيشي عن قريب، هتسلم على البيشي عن قريب. طيب عندك برضه المتحرك الغربي برضه ما يعني حرمنا من حاجه، اشتغلوا طلاقيت كده وداهموا بعض القرى دون ذكر اسماء وانجزوا كويس يعني، ملقطين. طيب بالنسبة لسنار عموما المعنويات فوق الفرقة والمستنفرين والمواطنين، فرحوا استبشروا باسترجاع جبل موية، والمعنويات فل والوضع في سنار عموما تمام. بالنسبة للجزيرة برضو الوضع تمام والمعنويات فل، وبإذن الله العمليات الجاية كويس كلها هتكون الجزيرة يعني الوجهة مدني بإذن الله تعالى، الوجهة القادمة مدني حيترفع تماما. سجل كلامي ده واحفظه، بإذن الله مدني ده حيترفع تماما. وريناكم المعلومات اللي وردتنا إنه الأيام الجاية التوجيهات إن شاء الله مدني، شغل قطرقام وأجبن من الجنجة أنا ما لاقاني، وحياة الله ما تسمع الدعاية بتاعتهم دي. نحن زمان لما كنا بنضغط على الربيع، نحن عارفين الربيع ده لو فات وجاء قائد غيره بنجز جيش فيه عدة فيه، فقط كان بينقص شنو العمل الأرضي، وفعلا الآن بدأ العمل الأرضي بكله. طيب عندك المصفات اليوم الجنجة أو تم تحييد 4 أهداف بالمصفى، هدف صباحي بدري دقاقينهم فوق، وهدف زي الساعة 10:30 كده، وهدف زي الساعة 3، وتاني الدبل كان زي الساعة 4. دي أهداف في المصفى، وعلى حسب المعلومات اللي وردت لنا إنه الجنجة في المصفى. وطبعا الناس بيقول لك يا أخي والله العظيم الجنجة ديل وين يا زلمة؟ ارتكازاتهم القديمة خليه يصوروا لنا منها كم بقدر، أتحداهم خليه يصوروا لنا منها لو بيستطيعوا. ما بيستطيعوا، نازل ضاغط بهم عادي الناس المصفى ديل ضاغط بهم، وبدأ العد التنازلي، محتاجين توكل. شفت الناس زي لو والمتحركات حتنام، متحركات تسليحها كويس جدا، وفيها كفاءات، فيها خيرة الضباط، وفيها خيرة الافراد يعني قيادة عمليات جيش مستنفرين حتى قدام المحاربين. يعني المعركة بتاعت المصفى دي حتكون معركة فاصلة بإذن الله تعالى، وقريبا اصلا ما بعيدة. طيب بالنسبة لبحري، زي ما عارفين الجنجة هناك امورهم جاطت، ويا سيد بقال سبحان الله، يعني انت دار توهمونه كده سؤال يعني، انت دامج لك فيديو كده من كويس مجمع العودة، وتاني قلت الابراج، انت كان راسك لافي وعابر للحدود يا زول، دي بلدنا بنعرفها كويس، نحن المرور ده خلانا لفينا العاصمة دي كلها يعني. أبقى قال ده توهمنا فيديو اجتهدت فيه، وده توصل لشنو؟ انك مسيطر؟ ما مسيطر كده، انت هسك ده خلينا من ده كله، انت سيطت من ام درمان مالك؟ يعني مثلا الخلعة بتاعت المسيرة دي خلتك تيجي بيه جاي،
ومشيت وين انت؟ قلت لي بحر يا ها؟ والله بغرح لك الدرب. طيب بالنسبة لبحري، بحر الأمور فيها ماشي تمام، وأكتر ناس عارفين ومتأكدين وواثقين ومهيئين نفسهم للصيجة من بحر الجنجة، عارفين تماما، عارفين الآن ارتكازاتهم في شنبات، ارتكازاتهم الآن في شنبات المدفعية ما مريحة، المسيرات ما مريحة، وإن شاء الله في مقبل الأيام هتبدأ عمليات أرضية واسعة ومشاركة كل القشم، قشم الأمدرماني والكدراوية كل القشم إن شاء الله هيشتغلوا شغل في آن واحد، وأنت عارف الوجهة وين، ربط قريب ده هتشوف التقاء أو تشوف الشفات ده اللي بيسلموا على منو على سلاح الإشارة. طيب بالنسبة للأهداف التامة دكة في شنبات، أول حاجة عندك ثلاثة أهداف، الهدف الأول أربعة عربة، الهدف الثاني عربة، الهدف الثالث خمسة عربة كده بس، والله نكملها منكم، شفت شغل ثابت، ارتكازات ثابتة كده بنشيلها منكم. طيب بالإضافة برضو للعمليات النوعية و بإذن الله تمام حيترفع بإذن الله، بحري دي موجودة بشغل كويس جدا جدا، بالإضافة برضو لبشريات العودة وإنه الحياة عادت لطبيعتها، والناس هناك ما شاء الله تبارك الله معنويات فوق في السماء. طيب فبحري دي يا اخواننا اقرب 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 للنظافة من ام درمان، قلت لك تاخ بحري دي اقرب للنظافة من ام درمان. طيب بالنسبة لجنوب الخرطوم، نمشي كده جنوب الخرطوم، وده الايام دي شغالين وقايمين بعمل وقايمين بمجهود جبار جدا جدا، وانتوا عارفين طبعا ديل هيقشوا كده لحد ما يواسوا الصندوق ولحد ما يلاقوا الشفاده اللي بيغادي ديلك بتاع ام درمان، دي المهمة هنا، فضل يا هو المعقل او اكبر وكر للجنجة اللي هو الرواد، وطبعا الرواد دي ما بننكر انه والله فيها قوة يعني موجودة هناك، عندهم يعني قيادات عندهم اليات دنيتهم كلها بغادي هناك موجودة، لكن ان شاء الله الجنجة قاعدين في الرواد دل حطصيه والله تتمحطوا طيران كده لما انت تقولوا ما دايرين، كل دفاعاتكم المتقدمة كل دفاعاتكم المتقدمة الكامب بتأمن لكم كويس، الرواد دي اتأكلت كلها اتأكلت، ما عندكم دفاع تاني متقدم من الرواد دي، تبقى فقط شنو الرواد نفسها، ودي ان شاء الله هتكون معركة كبيرة جدا جدا، وجاري التحضير لها او اساسا الاستعداد فل، والتحية للرابعة هناك، والتحية انا دايما بركز على الرابعة لانه اخوانا الرابعة نازل يشتغل شغل صراحة تجاه اللامابة الحتات دي، اشتغلوا شغل كبير جدا جدا وقدموا تضحيات كبيرة جدا جدا وفقدوا كويس او فقدنا خيرة الضباط والافراد، تحية لهم الرابعة، تحية لهم اشتغلوا شغل كويس جدا جدا والله. طيب عدالة برضو استلموا موقعين وحيدوا خمسة عربة، الهدف الاول عربتان، الهدف الثاني ثلاثة عربات، الهدف الاول ده برضو استلموا فيه اثنين من العصافير تم استلامه، بالاضافة برضو ل 23 برضو تم استلامه. طيب برضو الطيران جنوب الخرطوم زار عدة مواقع، والمدفعية كذلك ما قصرت اشتغلت جنوب الخرطوم في المدينة الرياضية، الحزام، جبرة، الصحافة، دي كلها مواقع زارتها المدفعية، وكالعادة يومين بيسجل لها زيارة. طيب بالنسبة لقرب ام درمان، قرب ام درمان طبعا الايام دي الجنجة باستمرار بيحاولوا يتسللوا جاي محاولاتهم اليائسة البائسة الخجولة، وبتم التصدي لها والله، ولا بتقوي من نفس الجيش والله العظيم، ولا بتقوي من جفت نفس الدفاعات المتقدمة دي، ما بتقوي لذلك ما بنقول على كويس دفاعات متقدمة، ده دي نقاط بتاعت انذار ما بتقوي ما. انا رصدت اكتر من ثلاثة تسلل الايام اللي فاتت دي، يعني كل التسللات دي انت قاعد تصدق انه في تسلل كامل ما رجعت منه ولا عربية، الاربع عربات والله تسلل كامل ما رجعت منه ولا عربية، دي في الافلام ما في، أكل والله العظيم اكلهم دفاع متقدم، وحياة الله اكلهم دفاع متقدم تسلل كامل، برضو بعده جو بيه ثلاثة عربات اكلوا منهم شنو عربة او اكلوا منهم عربتان وسيجوا بيه عربة،
بل ولا ما بل يعني ومدر ما يعني نزل نظام شنو يا اخي احنا متوايدين انتوا نسيتونا ولا شنو؟ عشان كده دائما بقول يا سعاده مظفر يا سياده مظفر يا سعاده مظفر والله ما بننكر الجهد الكبير الجبار اللي انت قاعد تقوم به وما بننكر خبرتك كويس تحيه لك واولادك بغادي شغالين في بحر وشغالين لكن برضه قرب مدرمان ما بتستاهل الوقت ده كله ما انت اشتغل هنا وهناك وين المشكله؟ وين المشكله؟ وحياه الله اقسم بالله لازم واحد من الضباط الميدانيين دل قال لي يا عمك ده لو بخلينا ندق على الحديد وهو سخن ونزحف غربا اقسم بالله قال لي بننجز لاسباب انه الايام دي اغلبيه المتعاونين شنو؟ اتخارجوا والله اغلبيه المتعاونين الايام دي كميه بتاعت هروب حتى انه جنجا الايام دي معتمدين على الشرطه العسكريه شنو كابس لهم الناس بتاعهم اللي بيجوا يصيدوا ديل والله واحد من المتعاونين ديل صيد خلى امه وخلى اخته صيد فات من بدايه الاحداث كان معاه عشان كده احنا بنقول لك يا متعاون الكلام ده في البدايه انا قلت لك لمصلحتك يا اخي جنجا ديل وحياه طلع ضيوف والله العظيم ضيوف اقسم بالله نازل بتخارج منك النازل بتخارج ما بقعدوا انت بتدخل نفسك في فتيل يا زول دوله انت عارف بعد النازل يمشي وبيقبلك من المواطن جارك بيقبلك البلاغ فوقه وقلت ادبك عليه ده بيقبلك هتمشي وين؟ انت عارف العقوبه بتاعتك حدها شنو؟ كده سؤال عشان كده احنا بنقول لك ما تدخل نفسك في الكابوس بتاع التعاون ده ده كابوس انت هتعيش كده شفت تاني في دوامه هتكون خايف كده عمرك كله والله العظيم هسه في واحد من المتعاونين احنا كلها تضحك فوقه ده زوج بنته لجنجاوي وشبيكم لقى البلد ده ما حتشوف فيه جيش طيب هسه الجيش حضر جنجاوي صيد خلى بنتك وانت كان تقدر امرك سلم على جيرانك ساكت بس فضيحه كده والناس محترمينك عشان انت زوج كبير في العمر كبير في العمر يعني انت داخل على السبعين المفروض كان تحترم نفسك والله العظيم لولا اخلاق العمل الخاص ونازل والله العظيم ما كان خلوك لانه تصريحاتك كلها واصله واي زول يقول كلمه كويس اي زول يقول كلمه اقسم بالله العظيم مرصوده ولد عم يجيب باي شكل من الاشكال مرصود على العموم انت ما داخل نفسك في المتاهه دي فضبط الميدان ده بيقول لي يا اخي احنا والله العظيم لو زحفنا غريب لو عمك ده ادانا توجيهات بس زحفنا غريب تشكيله بس احتياطي على عاشره عليه كويس القشم الهجانات المشكلين اللي قاعدين بغادي ذهن لو زحفنا غريب قال لي هسه بننجز ما في حاجه ما تقول لي ناصات ده كله كلام فارغ صحيح ده كله كلام فارغ ساكت طيب بالنسبه لقرب من المال عموما تم تحييد شنو؟ 3 عربه خلال اليوم عاد الشغل بتاع المسيرات وعاد بقوه وخلال اسبوع ان شاء الله يا اخوان ارجعوا للموضوع بتاع الحصاد نحن زمان الكلام اللي قلنا لكم بيرفع معنويات شنو؟ معنويات الناس يعني كان بتعملوا فيديوهات كده صغيره اسمها حصاد الجنجة نفس الفيديوهات دي اعملوها ما بتكلفكم حاجه ما قاعد عندكم سيقوها في فيديو كويس نزلوها عبر صفحاتكم ولا عندو صفحات كبيره خليت تنزلها الايام دي في شغل بتاع مسيرات بقال ماشي بغادي هناك بهازر صيج ماله ما عشان شغل المسيرات ده لكن المسيرات برضو ما بتخدم او ما كفايه فلا بد من العمل الارضي طيب نمشي لوسط الخرطوم ام المعارك وسط الخرطوم يا اخواننا اخوانكم ديل بيغادي بهناك اخوانكم اولادكم والله بيخوضوا في معارك شرسه والله شغل صعب كويس شغل صعب تسلم يا سمسم حامدين تسلمي كويس تسلمي من هنا فشنو نازل من امس انا مش نزلت لك قلت لك بدا مدور والله ما وقف الا الساعة 10 شفت الساعة 10 اليوم وقفوا والله شغالين شغل زي الشغل عشان كده نازل احنا بنقول لكم دائما ساعدهم شنو ساعدهم بالدعاء ما تستهتر بالدعاء ما تستهتر بالدعاء انت ما معاه هناك انت من مصر انت من في معارفه في اي دوله في مصر في اثيوبيا في يوقندا في اي محل متواجد نهائي ما تبخل على النازل بدعوه فقط مطلوب منك الدعاء ادعي بس لانه نازل والله العظيم بتحركوا في ظروف صعبه ما تتخيل ان الموضوع ده سهل انت متحرك ومتوقع انه القناص يدقك من اي اتجاه شايف زميلك يا اهو وقع قدامك شايف يا هي طلقه دقت جنبك فالموضوع ده موضوع سهل التحيه لهم طيب برضه ما شاء الله شغالين والله تحيه مواقع وشغالين استلامات هدف اول هدف اليوم تم تحييده 4 عربه
واحد صرصر، الهدف الثاني برضه 2 عربة وواحد صرصر، وفي هدف صرصر بالإضافة ل 11 عربة يتم حصرها محروقة دي من معركة الليل لحد الصباح. 11 عربة دي تماما مرفوع، بالإضافة لإخلاء بعض المواقع، مواقع كان محصورة ومعروفة ومرصودة إن فيها جنجة، ده ما لقوا فيها أي جنجة، وفي توسع وفي تقدم حاصل. بالإضافة للعربي طيران حيد هدفين داخل العربي، هدفين متحركات تم التعامل معهم. برضو قوات كويس، قوات العمل الخاص ولا الخاصة شغالين شغل كويس بيقادم هناك. بالنسبة للصراصر العربي وشارع القابة أكثر مناطق فيها صرصر، أنا ما أعرف نازل جابوه هناك كان الهدف شنو. أكثر مناطق فيها صرصر المواقع دي، العربي، المقرن، شارع القابة. شارع القابة ده فيه كمية من الصراصر، كل الدكاكين الولاية جديد جنجة شنو دخلوا فيها العربات جوا، دخلوا فيها الصراصر جوا، خوفا من شنو؟ من الجوية، خوفا من الجوية. طيب المعركة بتاعت العربي دي أنا بالنسبة لي في رأيي يعني الحاجة اللي أنا عارفها على حسب المعلومات كويس اللي عندي، المعركة دي سوف تحسم قريبا بإذن الله. نمشي غرب السودان، وده طبعا أكثر محور الدنجة معانين فوقه، أكثر محور الدنجة معانين فوقه المحور القربي. وأنا زي ما قلت لكم إنه ناس المشتركة كان بيحضروا لمعركة فاصلة، الآن بدأ الزحف، الآن النازل خشوا سربة، النازل على مشارف الجنينة، على مشارف الجنينة في فزع، وفي قوات تم تكوينها وتكليفها بمجابهة متحركات أو جحافل المشتركة والساسة رفضوا، خالفوا تعليمات، خالفوا تعليمات عديدة والله، قالوا نحن ما بنقاتل بنفسنا. ليه؟ لأنه قبل اليوم شافوا كويس، شافوا المتحرك أو الفزع الطلع من الجنينة، قال لك فيه أساسة، فيه قال لك مشايخ بتاعين خلاوي، فيه معارف شنو، هم قالوا الشغل هزار، راكبين عربات ملاكية، واحدين راكبين معارف حصين، واحدين راكبين شنو، واحدين راكبين شنو، وحيات الله فات ودق ودق لمن قالوا ما دارين. اول زول صيق قائد الفزع، واسا الحكامات بفتشوا فوقه، حماد هسه حماد الانجغم داك ما هو، حماد الانجغم داك ما هو، حماد بتاع اللجنه الشعبيه عمك العامل فيها قائد الفزع، وحيات دينه ايمان عمك ده لحد الان مكانه يمه معروف، قالوا هو مختفي من الحكامات، زول صيق نهارا جهارا، ساق الجماعة بغادي هناك ومفتكر انه الشغلة دي، وما عندهم حاجة يا زول، ما عندهم حاجة. احنا لو جينا حسبناه وقارناه، انت في الجنينة عندك شنو؟ كده سؤال، تسليحك شنو؟ تسليحك شنو؟ الجنينة دي انت قال انا هذا اتحركوا لها كده بس، لا الجنينة دي ما يعني مهمة معروفة مؤكدة تمام، بترفع ما عندك حاجة، ما بتقدر تثبت هناك ولا حتقدر تقاوم ولا تغش نفسك، هتعمل شنو؟ عندك طيران بيجي بطرد النازل من حول الجنينة كذاب، ما عندك شغل بتاع مسيرات علاجها فيه، تيجي تركب راس والله في 23 ما يديك الدرب، وديني وايماني انتوا لو شفتوا الجحافل الزاحفه على الجنينه يا اخوان، انتوا ترى بتشوف لكم فيديو كده ربع ساعه او فيديو كده 10 دقائق، انتوا مفتكرين انه ده الجيش؟ لا ده ما الجيش، ده ما الجيش، هذول نحن من كنا في الهناء، انت لما تشوف متحرك كده ذاتك ما بتعرف اخر وين ولا حد وين، انت بيجيبوا لك حاجه كده معينه، وحتى نوع السلاح ما بتعرفه عليه، لازم المشترك هذا ماشيين ب 40 دليل ذاته، 40 دليل ذاته ماشيين، اها رايك شنو؟ شغل ده هذول شغل بيختلف، ما بتشاف ذاته، ما بتشاف، اي راعي لقوه في الخلا بيفتشوا، عندك شنو يا زول؟ عندك سوريا، عندك سوريا ده معروف طابور، عندك سوريا ده معروف انت استخبارات، والكلام ده قلنا لهم تحت يا استخبارات المتحركات دي، اي راعي لقيته في الخلا فتشوا، ومش محل هو قاعد، لا حتى الشجر حول الشجر شفت منطقته دي كلها، لقيت عنده سوريا ده جنجة، سوريا قاعد في الخلع عنده شنو؟ ده يعتبر جنجة. فيا اخوانا المشتركة دي، وطبعا شوف عشان تعرف الشغل كيف التوجيهات، شوف التوجيهات دي، فيصل ابراهيم يديك العافية يا فيصل. طيب معلش بس ما شفناك مع التعليقات دي، شوف التوجيهات بتاعت المشترك عشان الناس تكون عارف
وتعرف انه الجنجة اخر من يحرص على حياة المواطن، وانه الجيش المشترك اكثر ناس حريصين على حياة المواطن. توجيهات المتحركات دي انا بكشف لك الشغل عادل، يمنع منعا باتا التدوين، يمنع منعا باتا التدوين. يعني الجنينة دي تدوين كده على اتجاه المواطنين بأسلحة ثقيلة، يمنع منعا باتا تدوين. القوة فقط، القوات بتواجهك دي ممكن تدوينها. شو شو عمر مساء النور والسرور، خدنا مريم حبابي، يمنع منعا باتا عشان تعرف انه الشغلة دي يعني ده شغل مؤسس وشغل منظم، ما ده شغل الدنجة بدون المواطنين زي اللي حاصل في فاشل دلالة. يمنع قال لك منعا باتا التدوين بالاسلحة الثقيلة، واي زول يتصرف تصرف زي ده يعرض نفسه للمساءله القانونيه، ما بيقدر يقف معك. شوف الاخلاق دي، تلقى الاخلاق دي عند الجنجه؟ والله ما بتلقى عند الجنجه، مستحيل تلقاها. قال لك اهم حاجه حرصنا على حياه المواطنين، دي اهم حاجه. واحد، الحاجه الثانيه معامله الاسرى معامله طيبه. اول حاجه قال لك لا تدوك اسير ولا تهينه ولا عندك معه اي شغله، تجرده من سلاحه وتخليه قاعد معك، ويمكن كمان شنو يسلموا لأي منظمة نص الصليب الأحمر ده، ممكن عادي يسلموا لهم إذا شنو إذا لقوا. دي أخلاق الحرب كده يا زلمة، دي أخلاق الحرب كده. ما أنت الليلة جاي ما بتستخدم نفس الأسلوب بتاع شنو بتاع الميليشيات. فالتحية المشتركة والتحية للقيادات المشتركة، والله الناس دي صادقين. وأكبر دليل على ذلك شوف خليل من خشة المدرمان، شوف خليل من خشة المدرمان، شوف ناسه كان بيتعاملوا كيف، شوف ناسه كان بيتعاملوا كيف، ودي الأخلاق ذاتها. طيب بالنسبة للفاشر، الفاشر دي اقنعوا تماما منها يا جنجه، هسه موضوعكم كله بقى الجنينه وتركيزكم كله بقى شنو على الزرق. الفاشر دي الليله دخل الجيش عرم رم صادق الدومه او الدوم، كيف يا صادق يا بنرد عليك كويس. الفاشر دي الليله دخل الجيش عرم رم، والله العظيم متحركات، مش متحرك واحد، متحركات الليله تمامت على الفاشر، ونازل جايين في الطريق برضو اكلوا جنجة، نظفوا بعض. والجنجة ذاتهم برام كده بعملوا ازالة لنفسهم لما يعرفوا، ما عندهم استخبارات تعرف انه شنو القوات دي جاية. فشوف النعمة دي كيف، وشوف ربنا سبحانه وتعالى دايما بينصر الحق. يعني الفاشر دي الناس بيقول لك حصار ومحصار، يا هيدي متحركات جات داخلها جنجر بيتمنوا انه يلقوا جنجة قدامهم، دخلوها جنجر تسليح زي التسليح 23 ده مصقع للسماء فوق زو وزبي 9 بيتين مدفعية تقيلة دي، والرشاشات المضادة دي خليها المدفعية التقيلة ذاتها، والله إلا رابعنا في ورالات شغل ولا ما شغل. تجي تقول لك على الفاشر والوليد ما دبه، يجي يقول لك على الفاشر سوف تسقط في أسبوع. الدراسات تقول كده، دراسات بتاعت شنو، دراسات بتاعت شنو يا زول أنت فطرتها. لك التحية يا إبراهيم، وكلامك جميل جدا. جبل مويا تحت سيطرة القوات الشعب المسلحة والجنجود الشغالين طلس والسواق بالخال اللي ناسهم، عاوزين يطمنوا ناسهم بس. وإن شاء الله ولاية السنار قربت تتنظف، والجيش شغال قفل يوميا وبرمي قدام، وحاجات اللي بعملوا كيكل ده فرفرة ساكت بس، أنت مسيرك قرب، إن شاء الله تلحق بشي قريب يا كيكل. أنت أي مكان مشيت فوقه مواتي برفع تمامك قبال أي استخبارات ذاته، أنت بقيت مكروه من كل شعب الجزيرة والبطانة لأنك أنت جبت لهم كفوة. وبرد زيارة كباشي لمناقل، إن شاء الله نفس السيناريو بتاع جبل موية تتكرر في مدني. الآن خطة واضح ماشي عليه قوات الشعب المسلح، هو ربط كل الجيوش في كل الولايات. يوم المدني رجع والخرطوم ده يتنظف، الجنجود انت بيقيت في قفص والله إلا تطيره. أي متعاون بر راسك، بس لو أنت متعاون بإرادتك أو مجبور كل شيء يا أخوانا مرصود. الاستخبارات عارفة كل شيء، شغال متعاون بإرادتك أو نازل ماسكين عليك حاجة، نازل كلهم عارفين. عشان كده متعاونين ديل بلوا رسومكم بس. كل التحية لقيادة الجيش والمشتركة في محور بتاع دارفور. أمس برضو في قوات كبيرة جدا دخلت الفاشر، متحرك كبير جدا، كل الناس متخوفة من متحرك المشي جنينة ده. نازل مذكرين حاجات العمولة جنجويت في جنينة ده، وفاكرين انه نازل بعمل حاجة أسوأ من ذاك. أخوانا الناس مشتركة انه مخلاق وعارفين تماما المواطن العادي ده زول بصر وما في، لكن انت قاعد في بيت زول او اتعاونت مع ميليشيات ده من قبل تتبلى بس ان شاء الله. بس كيلومترات نازل بيخش جنينة، وجنينة ان شاء الله تتنظف، والفاشر بقت آمنة من أي وقت مضى. في تقدمات كثير للقوات المشتركة في اتجاه مليت، وكل شيء تتنظف، وإن شاء الله قريبا جدا دارفور تكون خالية من الجنجويت، لأن الجنجويت يوميا بهربوا مشوا تشاد.